السلام عليكم ورحمه الله، تتابع قناه سو تي في. احنا اليوم كنتوا في مدينه المحمديه مع الاخ محمد العطاري، هذا معالج نفساني في عالم الروحانيات. اليوم اللي غادي يعاود لنا اصل وقع عليه بالضبط، فهمتي، ضرب بعض الاشخاص شي حاجه بيناتهم، من غادي يعاود لنا اصل وقع بالضبط عنده حرات. تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم العطاري محمد من مدينه المحمديه، معالج نفساني في العالم الروحانيات، وكندير الرقيه الشرعيه. بغيت نرد على واحد العائله اللي عائله الغزلان وكمال بقطايا، اللي كيتهموني بانني انا مشعوذ وما كنعالجش بالرقيه الشرعيه وما قريتش القران. انا قريت بالقران الحمد لله، وهذا الراقي كمال بقطايا ولا عنده مشكل معايا انا، ومالو معايا هذا كمال بقطايا. انا هادشي اللي بغيت نعرف. دابا انا مشيت عند واحد المريض، خدمت معاه نفساني مده ثلث ساعه. المريض شنو عنده المشكل؟ كان عنده المريض، المريض كان كيدير اصوات ديال الكلب، والصراحه الله يحسن العوان. المهم هذاك المريض انا الحمد لله دخلت لعندو، خدمت معاه نفساني، قلت لي خويا عاود ليا شنو الدافع اللي كيخليك بحال هكا وكتنبح وهادي. من بعد عاود لي شي اسرار نفسيه ما يمكنش غادي نخرجهم انا كمعالج نفساني. من بعد الاخوان المريض قلت لي شوف، قلت المهم مشيت معاه في داك الشيء اللي كيروج في الدماغ ديالو. قلت لي شوف راه هذا الكلب هذا انا غادي نديه معايا وغادي نربطه في السطح. قال لي علاش غتربطه في السطح؟ قلت لي باش ما يتطلقش ويجي عندك. انا خدمت معاه نفساني النوبه الاولى، وعرفت بانه عنده هذه الفكره ديال هذا السحر اللي عنده ديال في فمي كلب، اللي مدخله لي الراقي كمال، اللي مدخله لي الراس، وعرفت ما غاديش تحيد منه. انا دخلت به الدخله ديال الكلب غادي نديه معايا. من بعد وبديت كنسول في الحاله الحمد لله تعالجات، وبديت كنسول فيها نهار على نهار. واحد النهار جا الراقي قال لهم شكون اللي جا عند الشخص، رانا قريت عليه ما كاين لا كلب لا والو. قال لي راه جا عندنا واحد السيد.